اهلا بحضراتكم من جديد. وزي ما قلت قبل الفاصل، كان في حدث كبير في مضمار الدراجات في استاد القاهره، البطوله العربيه للدراجات واللي بتاهل لبطوله العالم وكاس العالم. ومصر خدت البطوله العربيه ب يعني حصيله كبيره، 44 ميداليه ما بين ذهب وفضه وبرونز. فالنهارده برحب باثنين من نجوم منتخب مصر منوريني في الاستوديو. برحب بمحمود بكر، نجم منتخب مصر للدرجات. اهلا بيك يا محمود. شكرا حضرتك. مبروك ما شاء الله، الذهب والفضه منورين على الترابيزه. كله عشان مصر طبعا. اكيد 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 يا حبيبي. وبرحب بالعلياء احمد، او اسم الشهره بمبله، لاعبه الشابات منتخب مصر وكمان السيدات، واللي ما شاء الله صف من الميداليات. انا خدت ميداليه كمان حطيتها جنبي. اهلا بيك يا علياء. اهلا وسهلا بحضرتك، منورانا، والف مليون مبروك، انجاز كبير ليك ولمحمود. منورنا محمود. اجيلك يمكن بطوله عربيه، بطوله مهمه، كانت صعبه. يمكن بتكلم معاك قبل الهوا قلت لي بطوله صعبه. صعبه ليه؟ هل في منتخبات جايه اقوى من الاول؟ عدد كبير من اللعيبه، ليه كانت صعبه؟ هو يعني كل المنتخبات يعني اللي شاركت معانا، او الست منتخبات اللي شاركوا دولت، اجمد ست منتخبات بيشاركوا دايما. قول لي يعني قول للساده المشاهدين مين. السعوديه ديت ما كناش يعني الاول، مستوى ما كانش كده، طور مره واحده طريقه ملحوظه. بين البطولة اللي فاتت، البطولة العربية بتاعت السنة اللي فاتت والسنة دي، مستوى متطور جامد. الإمارات ديت يعني هي والجزائر منافس قوي جدا لينا. فعلا قوي ما شاء الله. يعني من المنافس يعني الإمارات والجزائر. اللي ننزل لحنا لهم ناخد الميدالية. احنا في سباقات بنكون متأكدين ان الميدالية دي بتاعت مصر، او في سباقات ما تبقاش عارف. فتلاقي الإمارات معاك او الجزائر، بتكون برضو المنافسة يعني قوية جامد ما بيننا. طيب ومين تاني شارك غير الجزائر والإمارات والسعودية؟ قطر. 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 بس دول كانوا اقوى ثلاث منتخبات انت قلت عليهم. اقوى ثلاث منتخبات، السعوديه والامارات والجزائر. والجزائر. طيب ترتيب المنافسات بالنسبه لك كان ازاي؟ لعبت ايه اول يوم؟ لعبت ايه ثاني يوم؟ خدت ميداليات ايه؟ يعني عرفني، في اثنين فضه وواحد ذهب معانا. لعبت سباقات بتاهل الاولمبياد. في عندنا سباقات بتاهل وسباقات لا. في البطوله العربيه؟ الاولمبياد عندنا التحمل بنلعب فيه ثلاث سباقات بس، ميدوسون بنلعب فيه، تيمبر سود، تيم سبرنت. الدولت اللي بيأهلوا الأولمبياد. اللي انا لعبتهم. انت لعبتهم الثلاثه؟ عملت فيهم ايه؟ ربنا كرمني في التيم سبرنت فضه، في الميدسون ذهب، وفي المطارده الفرديه جبت فضه. طب المطارده الفرديه معروف ان انت كل واحد بيلعب فردي. صح. في المضمار احسن زمن بياخدوه. بتاخده كام راوند، كام لفه؟ 16 لفه. 16 لفه. احسن زمن هو اللي بيفوز. احسن زمن دي المطارده الفرديه. طب الثاني اللي هو ماديسون تقريبا، او اسمه ماديسون دوت، بينزلوا اقوى اثنين في كل فرقه، بينزلوا اقوى اثنين ويلعبوا مع بعض اللي هو يشوفوا مين هيلم النقاط اكثر. يعني ما بيننا احنا اقوى اثنين في كل فرقه ازاي؟ يعني كل منتخب بينزل اثنين لعيبه، اثنين جامدين. تمام. الاثنين دول تشوفوا احسن اثنين هيلموا يعني رقم النقاط بتاعتهم بنقاط متسم عندنا على الاول والثاني. ولو عملنا لف عليهم بناخد 20 نقطه. بيبقى كام لاعب في المضمار؟ اربعه بس ولا بيبقوا لا لا مفتوح؟ كتير على حسب الدول، كل دوله بتشارك باثنين. بس دي صعبه قوي. هو دوت اصعب سبق عدى عليهم. يعني دوت انا اصعب سبق من اول ما بدات اللعبه، دوت اصعب سبق عدى عليا واكثر ميداليه فرحت بيها من اول ما بدات اللعبه. مبروك. طب الماديسون سوري السبرنت، التيم سبرنت دوت برضه بينزلوا من كل فرقه ثلاثه، كل واحد بياخد لفه، شوفوا احسن زمن ويترتب عليهم. يعني شوفوا احسن زمن ثلاث لفات كانت الامارات، بعد كده احنا، بعد كده الجزائر. الجزائر ديت كانت بطله العرب برضو، فاحنا احنا كسبناها. مجهود كبير يا محمود، الف مبروك وانجاز كبير لمصر. خلينا نروح لعلياء. علياء انت لعبتي الناشئات، انت ما شاء الله عندك 17 سنه لسه صغيره. طيب ايه السباقات اللي دخلتيها وشاركتي فيها وخدتي ايه؟ لا لعبت كتير. لا نقعد نتكلم يلا معاكي. تمام. لعبت اسمه ده، لعبت سكراتش ولعبت بوينت ريس. السكراتش ده حاجه شبه الفردي عام اللي هو بيخش الفينش الاول. تمام. السكراتش ده لعبنا 60 لفه. كم لفه؟ 60 لفه. 60 لفه. دخلت فيه اول. ده دخلت فيه اول ورا حسام زايد. انت قعدتي كتير في المضمار. ده كتير. بيقعد قد ساعه ولا اثنين مثلا؟ لا 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 اقل، يعني ممكن 45 دقيقه ده لو طول قوي. يعني طول قوي. طيب دي اول حاجه. طب السبق التاني لعبت البوينت ريس، ده بيبقى 80 لفه. السباق ده لعبت 80 لفه، كان اصعب سباق في البطوله. طبعاً بالنسبه طبعاً لي ان انا كنت بلعبه مع ابتسام زايد بطله مصر يعني. فكانت طبعا كان مجهود عالي قوي، وكان بقى فكره ان هي كانت السرعه كانت كويسه وعاليه وكان مجهود صعب. انت كان في منتخبات بتنافسنا يعني، قلت بطله مصر، هل في بنات من فرق ثانيه كانت معايا؟ امارات، وكان معايا مصر، بنت كانت معايا كانت بتدعمني طبعا جدا. كان معايا امارات وسعوديه. وبقى الباقيين اللي هم كبار الاليت. بس انت خدتي ذهب. انا واخده. كانت صعبه صح؟ مبروك. جدا. كنت نازله على السباق. نخش على الميداليه الثالثه. ولعبت الاومنيوم. الاومنيوم ده سبق مكون من اربع سباقات،
هو على ميداليه واحده. فاحنا بنلعب اربعه على ميداليه، بيبقى تيمبو واومني تيمبو وسكراتش وبوينت ريس واليمينيشن. اليمينيشن ده اللي هو الاقصاء، اللي حصل واحد يقصي. لا بنفضل كلنا ماشيين مع بعض، وهو بيبقى مثلا احنا خمس لعيبه، فهو سواء بيبقى 10 لفات، لفه واحد بيخرج اخر جنت بيعدي على خط النهايه بيخرج. واللفه الثانيه بنبقى مريحين فيها عشان واللفه اللي بعدها اللي يخرج. يا خبر ابيض. بس السبق ده بقى كان احلى سبق ممكن ابقى ممتع شويه جدا. هو بيحتاج تركيز ولعب، وكمان كنت انا وابتسام اخر اتنين مع بعض. وقعدنا انا وهي بقى نلعب مع بعض. فالسبق كان ممتع جدا. كان طب انت خدتي فيه فضه مش كده؟ لا ده خدت فيه ذهب. ذهب كمان، برافو. الفضه دي خدتها في الكونتر فردي. اللي هو كنت نازله من كذا سبق، كنت تعبانه جدا وكان الهواء كان شديد شديد. هو احنا هناك في التراك ما بيبقاش معاك كذا ترس، بيبقى معاك ترس واحد. فانا الترس تقل قوي في رجلي، فما نظمتش جهدي لان الهواء شد. الهواء شد. بس فعشان كده اضطريت ان انا اجيب. معلش هي مصطلحات جديده بالنسبه لي. لا عادي ولا بس بحاول افهم منكم ان شاء الله. طب انت في التوتال خدتي كام ميداليه عليها؟ 8 سبعة ذهب، سبعة ذهب وواحدة فضة. الله أكبر ما شاء الله. بس أنت ما لعبتيش سيدات البطولة دي؟ لا ما لعبتش سيدات. أنا يعني كنت بلعب مع السيدات، إن هم عملوا ميكس ما بين الجونيور والإليت. سينيور تمام الإليت. بس فعشان كده بقى اضطريت إن أنا أخش معاهم. طيب هسألكوا سؤال، يعني كل واحد الأول. طب علياء، إيه اللي خلاكي تروحي للدرجات؟ اللعبة مش يعني مش منتشرة قوي، شفتيها فين وإيه اللي حبيبك فيها؟ يعني ليه بدأتي كده أو ليه لعبتي درجات؟ هي مميزة. حضرتك عارف حاجة كده فيها تميز. كل الناس بتخاف، لا بنتي ما تطلعش على الطريق، لا عربيات، لا تعوير. طب بدأتيها امتى يعني؟ اول ما لعبت الدرجات لعبتيها فين؟ كنت بلعب جمباز، كنت بلعب العاب قوة، حاجات تانية خالص اصلا. تمام ماشي. ايه اللي ودينا الدرجات بس بقى؟ بس بعديها كنت بلف في الشارع، قابلتني واحدة اعرفها يعني وعلمتني شوية. بعديها حصل ظرف فاضطريت ان انا اسيبها ورحت المدرب بقى بتاعي دلوقتي كابتن محمد ابراهيم. فين بقى؟ في نادي ايه؟ في نادي المدرسه العسكريه الرياضيه. اللي فين؟ اللي في السويس. انا اصلا من السويس. انت من السويس؟ ما شاء الله. فانت كنت مرن هناك؟ هو كابتن محمد بقى اللي خلاني عملت ده كله وساعدني جدا. يعني هو زي ما تقول كده الاب الروحي بالنسبه لي. ربنا يا رب يكرمه. هو بقى مدرب وصاحب وكله. حتى بعد ما عملت العمليه وبعد كل عملت ايه؟ وقعت، كنت بلعب بطوله عربيه طريق برضو، وقعت حصل كسر، بس انا ما كنتش عارفه ان كان في كسر في الكتف. يا خبر ابيض. وبعديها كملت كذا لعب عليه، فالكتف حصل فيه زي خلع، فالخلع متكرر، عمل وسع في الكبسوله الكتف. اضطريتي تعملي عمليه تثبيت؟ اضطريت ان انا اعمل عمليه، وكان موضوع قعدت 8 شهور في البيت. وبعديها رجعت قعدت شهرين ولعبت بطوله على طول. الف سلام عليك. بس انت كده دلوقتي كويسه؟ لا الحمد لله. وبطلت عارف بطلت عارف. الله اكبر. بدعم كابتن محمد بصراحه. الله اكبر عليك. الله اكبر عليك كده. محمود نفس الكلام، بدات درجات ازاي وشفتها فين وايه اللي حبيبك في اللعبه دي؟ 12 سنه مخاطره ممكن. كنت يعني صغير، فبالنسبه لنا الحاجه اللي محدش بيعملها كتير فانا بحب اعملها. حلو. يعني شايف كله بيبعد عن ديت، ممكن تقع تتعور. وديت في الدرجات عندنا نسبه، وكمان السرعات بتبقى عاليه. السرعه بتبقى عاليه جامد. احنا ممكن مثلا نمشي 100 بالعجله، 100 سرعه 100 بالعجله. يا خبر ابيض. وبنمشي يعني في سباقات المتوسط السرعه بتاعنا العادي بيبقى فوق ال 50. يعني احنا بنمشي في العادي فوق ال 50 دايما. فكنت عيل صغير فشفتهم بيتدربوا برضه في السويس، مؤسسه عسكريه. والله اكبر، كويس جدا. انا مبسوط ان مدرسه صناع الابطال. لا بجد برافو عليك. اقوى مدرسه صناع الابطال، اقوى نادي في مصر المؤسسه. انت بجد بسطتني. انا يعني شفتهم. انا بحب السويس جدا على فكره. لنا الشرف. لنا الشرف والله. لا السويس، السويس دي يعني واحده من افضل المدن اللي انا بحب اروحها. طيب بدات هناك واتبسطت وحبيت اللعبه. كنت 12 سنه فبدات اللعبه، كان كابتن محمد ابراهيم برضو شافني كنت شاذ شويه وانا صغير، فكان يشد عليا. ما كنتش عارف بيشد عليا ليه، اقول لا ما ينفعش يزعق لي ومش عارف. عرفت ايه من دوت لما كبرت. طيب انت الله اكبر طويل يا محمود. الطول بيفرق في الدرجات ولا مش فارقه؟ لا هو مش فارقه الفكره في يعني في الجسم او على حسب بقى الباور بتاعك، بس الطول ما بيفرقش. بس كل ما بتعرف تلم جسمك على عجله اكتر كل ما ده بيبقى كويس، عشان الدراج فورس بتاع الهواء. عشان الهواء فانت بتلم جسمك ان الهواء يعدي من فوقك اكتر، ما يبقاش واخده شكل ايروداينامك شيب. الايروداينامك شيب. عندنا بطل العالم فوق ال 190 سنتي، بس هو بيقدر ياخد. يعني انا شايفكم اهو بصوا يعني. وكمان الخوذه ليها شكل برضه ايروداينامك شيب. ما يعني كل خوذه بيبقى السبق معين. ديت سباقات الفرد عام، في الخوذه الايرو تلاقيها كلها دايره على الوش
تبقى من فوق عشان الضخمه من قدام ضخمه ومره رفيعه عشان ما يبقاش في مقاومه هواء في وشك كتير بتديك سرعه. حتى اللبس بيبقى ضيق عشان تحاول ان انت تضيع من الهواء. دراج فورس ايروديناميك شيب او الايروديناميك او علم الايروديناميك هو لازم ازاي تقدر تقلل الدراج فورس او الهواء اللي بيقابلك في وشك. وده علم الطيران حتى الطيران كده يعني انت اللي بتعمله ده هو ده علم الطيران وعلم كمان الابحار في زي الغواصات. ما انت نفس اللي انت بتعمله في الهواء ده نفس اللي بيتقال على اللي بتعمله في الميه. انت بتسبح في الفراغ وبتسبح في الماء الاثنين واحد. طيب خليني اقول لك على يعني طموحاتك. انت 17 سنه الله اكبر ويعني 8 ميداليات بطوله عربيه. هل يعني بلاند ان انت تروحي مثلا اولمبيات مخططه لده ولا سايباها دلوقتي؟ لا انا حاليا اول اصلا ان انا بلعب كل ده اصلا اولا ان انا اخش اولمبيات. ان انا ده حلمي يعني هدفك الاساسي. انا هدفي اساسا اولمبيات. احييك. انا حاليا انا ومحمود بنتجهز لبطوله العالم 2025 طبعا الاتحاد الدولي. رب. بس بطوله العالم دي عشان بطوله عربيه صح؟ لا عادي عادي. احنا بنتجهز بس دي هتبقى بعد باريس. باريس 2024. لا دي هتبقى بعد باريس. طب رود تو باريس ان احنا عايزين نوصل باريس. هو محمود كان فاهمني حاجه كده. محمود انت كنت قلت لي انا لسه خارج من شباب. انت لسه خارج من شباب. انا لسه خارج من شباب او سنه لا يكبر فصعب تروح الاولمبياد. النقاط بتاعتي مش مجمع. مش مجمع نقاط. بس هنتكلم بقى على لوس انجلوس اللي بعديها. هو ده هدفي. هو ده هدفي. ده هدفي يعني نفس الكلام يعني هدفك لوس انجلوس طبعا. طب مين عندنا هنا بنجهزه عشان نروح باريس الكبار بقى؟ يوسف زكي. يوسف زكي كابتن ابتسام دوت يعني هو زميلي وابتسام اللي قلت عليها شفت انا بس يوسف دوت فاهم يعني زي اخويا لان هو شافني وانا صغير فبيمشي معايا. فرق السن قد ايه بينكم بعض؟ يوسف مثلا اربع سنين. فرق اربع سنين بس شافني صغير فبيعلمني يعني هو اللي علم. هو ليه فضل مع كابتن محمد بعد ربنا سبحانه وتعالى في اي ميداليه انا جبتها في حياتي. البطوله الافريقيه سافرت بطوله افريقيه جبت كل الميداليات فضل يوسف زكي وابتسام زكي. كانت فين؟ في نيجيريا. ما شاء الله عليكم. يعني لعبت كنت شباب لعبت كل السباقات وجبت كل الميداليات. ما شاء الله. فضل يعني ثلاثه كابتن محمد ابراهيم طبعا ده دوت بعد ربنا طبعا طبعا وكابتن يوسف زكي وكابتن ابتسام زكي يعني الاثنين دول. برافو عليك ان انت لغايه دلوقتي يعني بتدين لهم بالفضل وده حد اصيل اللي يقول الكلام. هم ليهم فضل عالي قوي. النهارده بيعلموني انا يوسف لغايه السبق من يومين بالظبط البطوله الافريقيه كنت مبسوط قوي طبعا وانا بلعب معاه. السبق كان يعني حلم اللي انا العب مع يوسف من وانا صغير يعني هو كان يقول لنا انا مش هبطل غير لما انتوا تكبروا. ما شاء الله. لا بس روح حلوه. طب علياء انت العلياء احمد واسم الدلع بنبلة ايه بقى ايه قصه الدلع هو اسم الدلع بنبلة اسم جديد يعني. هو بقى جدي كان بيحب اللي هو الرئيس بنبلة. مين بنبلة؟ انا ما اعرفش. ده كان رئيس جزائري. جزائري كان جاي لا عايز اقول حاجه كان جاي للسادات وكان اليوم ده والدي كان بيتولد على حظه يعني فهو وجدي قرر ان لا يلا هتسمي احمد بنبلة. احمد بنبلة فهو فعلا اسمه احمد بنبلة يعني ده لقب يعني عيله عندك في طاقتي في كل حاجه احمد بنبلة ده لقب عيلتنا. حلو جدا. فعشان كده انا دايما بشيل احمد واحط بنبلة ان هو اسمه مميز. ما شاء الله. بس انت انا سالتك على الهواء قلت لك انت شكلك ممكن يبقى ليكي عرق مش مصري صح؟ ما انا ليا تركي يعني وسعودي. سعودي وتركي. وتركي من ناحيه ماما ولا بابا؟ لا بابا. بابا كل مامتي يعني مصرية خالص. مصرية خالص. جدة والدي كانت تركية وجد بابايا كان سعودي. الله اكبر ما شاء الله يعني ربنا يحفظك. انت اكتر يعني تميلي للشكل التركي اكتر صح مش كده ولا انا غلطان؟ يعني طيب انت بتدرسي في سنة كام بقى عليا؟ انا كنت امريكان ثانوي. ثانوي فانا معايا دلوقتي الشهادة الامريكية والشهادة المصرية ان انا خلصت ثانوي. معاكي الاي سي تي ولا الاي اس اي تي؟ لا الاي اس تي. الاي سي تي وخدتي الاي اس تي اللي هو المصري. تمام. اخدت ال 1 و 2 معايا. برافو. بس ودلوقتي احتمال يعني ان شاء الله بقدم في جامعة سي اي سي كندية عشان يبقى معايا امريكية وكندية ومصرية. ان شاء الله. اعلام. مش اعلام على طول دي خلاص دي عرفت سكتها من دلوقتي خلاص ما شاء الله بس مش هنسيبها لما تطلع الاول اولمبياد باريس وتجيب لنا ميدالية. انا اصلا كنت كان حلمي ان انا اخش علاج طبيعي اصابات ملاعب. بس غيرت الكارير عشان اللعبه لان اللعبه بالنسبه لي يعني. انت ليك اخوات اكبر منك؟ احنا خمس بنات ما شاء الله. طب وفي ام رياضيين؟ لا انا رياضيه. انت روحي رياضه حابين جدا والدي ومامتي ويا جدا 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 وبالاخص طبعا عشان هي مصره ان انا اقول اسمها اختي رميساء. رميساء اسم حلو قوي. رميساء دي اكتر واحده بقى كانت معايا في سفريات فرنسا وجنوب افريقيا وكل حاجه يعني. تحيه كبيره رميساء طبعا اخت العلياء وخليكي وراها لغايه ما تبقى بطل اولمبيه. محمود انت ليك اخوات بيلعبوا رياضه؟ لا ما عندي جبت اخت صغيره. دي الصغيره طب الاكبر يلعبوا درجات؟ لا الاكبر. انت كنت اول واحد يلعب رياضه؟ انا اول واحد العب. برافو عليك. على فكره دي صعبه قوي.
يعني ما نفس الكلام لعلياء لما بيكونش حد سابقك بتبقى انت عملت حاجه يونيك في العيله. ده كده حاجه مميزه. طب لما بدات تلعب دراجات وبقت تروح التمارين كان مثلا عيلتك بتقول لك ايه؟ باباك مامتك اخواتك؟ هو يعني الاول كانوا معترضين شويه بس طبعا الدعم الكبير كان من والدتي. من والدتك؟ دعم كبير قوي يعني. ربنا يخليها لك. فوق الطبيعي. ربنا يخليها لك. هي ووالدي وخالي. هي وخالي برضو بالاخص يعني تعب معايا جامد قوي. وكان بيروح معاك وكده. انت ساكن بعيد عن النادي؟ لا ممكن مثلا 20 كيلو. 20 كيلو. بس كنت بتروح يعني؟ لا بروح دايما بس جيت في بطولة العالم وقعت حصلت الإصابة في الحوض. برضو زي العلياء برضو؟ في الحوض. كنت في بطولة العالم كنت مرتب اول وانا في النهائي كنت مرتب اول بفرق 20 نقطة عن الثاني وجيت في النهائي رحت وقعت. وقعت على ظهرك؟ جت الإصابة. فين بقى الإصابة؟ كانت فين؟ في الحوض. في الحوض شرخ ولا ايه؟ يا ساتر على الإصابات الجامدة. كسر في الكتف وشرخ في الحوض. هي الاول العجل مشكلته يعني ان هو بيبقى صعب قوي. بس بقى مشكلته انه بيبقى فيه متعة. عارف انت كل يوم تصحى فيه مخاطرة فيه متعة كده وفيه منافسة يعني. انت بتنافس نفسك وبتحس ان انت شايل مسؤولية كبيرة يعني. انت دلوقتي مصر كلها في اسمك شايل مسؤولية مصر. برافو عليك. احساس حلو. لا الله ينور عليك. صحيح مشكلته بتبقى مشكلة صعبة شوية بين الدراسة. الدراسة انت في سنة كام يا معلم؟ انا السنه اللي فاتت كنت في ثالثه ثانوي بس ما حضرتش امتحانات. كان عندي معسكر تبع الاتحاد الدولي. كانوا مختارين يعني من كل دوله ولد وبنت صغيرين في السن بيعدوهم لبطوله العالم. كانت فرصه ما ينفعش تفوتها. ما هو فرصه واثرها يعني جه عليا دلوقتي. طب ليه ما انت عندك تعود السنه دي؟ الامتحانات لا انا اجلتها ما كانش في مشكله بس كان من ناحيه اخرتك شويه. اخرتني سنه. مش مشكله. ما هي ما عشان لو عايز توصل لحاجه بتضحي بحاجه تانية. معلش ان شاء الله. بس مصر كلها طلبه متعلمه. خلي عندك هدف يا محمود زي ما انت ماشي. ان انت كل ما توصل لقمه عايز قمه بعديها. يعني انت النهارده بطل عرب. انت عايز بعد بطل عرب عايز تروح بطوله العالم تاخد ميداليه. دايما خلي عندك. انا شايف في عينيك الله قدام في عينين العلياء هدف. شايف عندكم رغبه جامده جدا ان انتوا تعملوا حاجه. فكل ما تروح في قمه دور على القمه اللي بعديها. وانا شايف كده ان انت ان شاء الله هتعمل كده ان شاء الله. انت قلت لي على بطوله العالم هتبقى في مارس في اخر مارس. تصفيات الاولمبيات اخر فرصه هتبقى امتى؟ قلت لي افريقيا. هتلعب افريقيا دي ان شاء الله بصرف النظر تحيلت او لا بس هتلعب افريقيا ان شاء الله. هلعبها وهتتلعب هنا في مصر. ممتاز على نفس المضمار. طب ممتاز. فخر جامد وبتحس بمسؤوليه اللي انت على بلدك فما ينفعش تخسر. برافو عليك. يا مجهود ما ينفعش. ان شاء الله احاول اجي لكم باذن الله. ان شاء الله تنورنا. لينا الشرف ده احلى بجد. انا عجبني اللي انتوا بتقولوه يعني. هنرتب لو الظروف تسمح هنا وما عندناش هوا او حاجه ان شاء الله هاجي لك يا محمود اشجعك باذن الله ان شاء الله. وبرده نفس الكلام هتلعب افريقيا على العاب؟ هلعب طبعا. هي القاهره هنا. طب من هنا لافريقيا ممكن تستعد ازاي؟ لو للطريق طبعا كابتن محمد هيبقى عامل لنا معسكر طبعا بقى انت بتبدا تستعد ان انت خلاص تبدا تظبط نومك واكلك ورياضتك. ده طبيعي اي رياضي بيعمله. ان لازم بقى بنتمرن 3 مرات في اليوم. بيبقى صبح عجل وبالليل خفيف شويه عجل وجيم طبعا بالليل عشان نقوي رجلينا وكل ده. كابتن محمد بيبقى معانا خطوه بخطوه يعني. عارف انت ما شاء الله. بس ما شاء الله احنا ذكرنا اسم محمد ابراهيم كتير قوي. ليه الفضل في كل حاجه بعد ربنا. هو فعلا ضحى بنفسه كتير قوي عشاننا. تعب عشاننا كتير. ويمكن احنا كنا بنقعد نعمل حاجات غبيه كتير وهو كان هو كان بيستحملها كتير. كل التحيه لكابتن محمد ابراهيم يا جماعه بجد يعني لما خرج لنا الابطال دي بالاصرار ده بنقدم له طبعا كل التحيه ونربط على ايده ونقول له كمل يا بطل. عايزين 30 40 بطل من اللي قاعدين معانا في الاستوديو. طيب بطوله افريقيا ان شاء الله تبقى جايه. انت بتستعد لها كويس. هل المنتخب بيوفر لكم ساعات سفريات بره ولا لا؟ طبعا. ممكن تعملوا معسكر قبل ما تروحوا؟ اكيد ممكن. بيوفر. هو بيعمل كل اللي عليه بصراحه. المنتخب عندنا هو بيعمل كل اللي عليه. يعني انتوا ممكن من هنا لافريقيا يتوفر لكم معسكر خارجي ولا بتبقى صعبه؟ معسكر خارجي ما فيش معسكر خارجي طبعا. المنتخب ما فيش بس يعني هم بيساعدوا على قد ما يطاروا هنا في مصر. كابتن محمد الاتحاد الدولي ياخدنا يسفرنا عنده معسكر. كابتن زي ان احنا كنا من فتره كنا في فرنسا قعدنا شهرين انا ومحمود كنا في معسكر تدريبي تبع الاتحاد الدولي. قبليها كنا في جنوب افريقيا. حلو. كل ده بتقعد قد ايه؟ فتره اسبوعين مثلا؟ لا شهر مثلا. ساعات شهرين. جنوب افريقيا بتبقى شهر ولو في دوله اوروبيه ممكن شهرين 3 شهور. انا قعدت 2.5 شهر. وسفرونا على بطولة العالم بعدها على طول في انجلترا. لا ان شاء الله تحققوا حاجه كويسه. وانا سعيد بيكم جدا يا محمود. سعيد بيكي جدا يا علياء. نورتيني العلياء طبعا. احمد بنبله شكرا نجمه الشابات في الدراجات وان شاء الله نجمه السيدات المستقبل. نورتينا وشرفتينا. محمود بكر طبعا نجم منتخب مصر في الدراجات وبطل العرب. الله اكبر عليك. نورتيني وشرفتيني وان شاء الله كل المستقبل حلو ليك يا محمود ان شاء الله.
اعزائي المشاهدين، دي كان حلقتنا مع ابطال الدراجات. زي ما شفتوا حضراتكم مجهود كبير بيبذل، الموضوع مش موضوع كره يد ولا كره سله ولا طايره ولا كره قدم فقط، عندنا ابطال من دهب في العاب كتير وبيبذلوا مجهود زيهم يمكن اكتر من هذه الالعاب. كل التوفيق لكل ابطالنا في منتخب مصر. بشكركم شكرا جزيلا على حسن المتابعه، وانتظرونا في حلقه جديده مع الابطال.